السلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 14 من العام 2020. أحبائي وأعزائي، هذه الحلقة مخصصة لبرنامج 60 دقيقة. سأتحدث معكم كأخوة وأهل وأحبة ومتابعين عن هذا البرنامج. سأبدأ طبعا بتعريف من نحن، أنا وأنتم من نحن وماذا نريد من هذا البرنامج. طبعا سأبدأ بفئة أولى ثم أتحدث عن نفسي، وأبدأ من أسفل اللائحة وأصعد. وأنا طبعا اطلعت على كل التحاليل التي تقدمها جوجل لليوتيوب حول شريحة المتابعين منذ بداية البرنامج حتى اليوم، توزع الجغرافي، توزع العمر، توزع الجنس، يعني التعليقات، وحاولت أن أقوم بشبه دراسة أولية، ومن وحيها كانت فكرتي لهذه الحلقة المخصصة التأسيسية للمرحلة الثانية من 60 دقيقة. يعني نحن من 2012 لـ 2020 8 سنوات بدأت فيها المشاهدات بالـ 2000 و 3000 مشاهدة، وهي الآن يعني مع ما ينقل ويعاد تنزيله ونشره على صفحات أخرى، يعني تشرفني بإعادة النشر، بتعمل له داونلود، وفي البعض عم يعمل له ترجمة للإسباني وللإنجليزي وللفرنسي، كلهم مشكورين، وبعض حتى للأرمني، للفارسي، للتركي، مش كل الحلقات طبعا، بعض الحلقات عم تبلغ 250,000 مشاهدة وبعضها طبعا أكثر. لكن ببرنامجنا بصفحتنا نحن معدل 50,000 عم بيكون تقريبا مستقر، الاشتراكات المشتركين 40,000 صاروا. عن شو عم نحكي؟ عم نحكي بالمفهوم العلمي الحديث اللي الأحزاب لم تعد فيه هي الشكل الرائج للانتظام، عم نحكي عن شكل من الانتظام، عم نحكي عن كوميونيتي، يعني عن جماعة، جماعة 60 دقيقة اللي هي جماعة تفاعلية مش جماعة ولائية. قلت رح ابدأ من أسفل اللائحة، مش تقليلا من القيمة على الإطلاق، لكن وفق التدرج الذي اخترته هم يقعون في الترتيب الأخير، لهني في فئة موسمية بتفوت من باب الضجر، من باب الفضول، من باب حب الاطلاع، بتحضر حلقة بتترك حلقة، بتحضر حلقتين بتترك 10. هاي الفئة تقريبا هي فئة متحركة، لكن نسبتها دائما 10% من المتابعين. هول ما فينا نبني عليهم سوى أن نأمل بأن متابعاتهم المتفرقة تنقلهم إلى فئة أعلى، لكن هون بدائرة اهتمامنا. في فئة ليست بدائرة اهتمامنا، هي الفئة مكونة من طرفين ونسبتهم مع بعض لا تتعدى 2%، بالتالي مش هالرقم يعني، لكن لازم نذكرهم من باب التحليل العلمي فقط. يعني طرف بفوت فقط للمشاغبة ورمي بعض التعليقات المسيئة، استفزاز متابعي البرنامج ببوليميك وسجال، بعض الأحيان بيحاول يروح فيه على البذاءة، بعض الأحيان يعني ذباب نتعايش معه عندما نضع ثمرة طيبة على الطاولة، هذا لا مفر منه، يعني هلا رش سكر بالأرض بتلاقي النملة تجمع عليها. فبالتالي نحن قدام هذا الوضع، وهو عادي، يعني سنتعايش مع بقائهم وجودهم، ونعرف بأنه علامة على ما يمثله البرنامج من إنارة وإضاءة لفكر وخط ينتمي إلى مشروع المقاومة في المنطقة، مشروع الاستقلال في المنطقة، مشروع الدولة الوطنية في المنطقة، اللي هي بالمناسبة أهداف الطلائع العربية منذ مطلع القرن الماضي. يعني نحن ما اخترعنا شيء، لكن هذا المشروع، مشروع الدولة الوطنية ومشروع الاستقلال ومشروع المقاومة يتطور يتقدم من أيام عرابي إلى أيام جمال عبد الناصر إلى أيام تجربة الرئيس حافظ الأسد إلى أيام مقاومة اللبنانية والفلسطينية إلى المشروع الذي عبر عن جوهره الشهيد القائد قاسم سليماني رحمه الله. كل هذا
هو سياق تطوري تعلم واختبر وراكم الكثير من المعارف في سياق أجيال تتوارث الراية. وبالتالي نحن واحدة من هذه الحلقات الفكرية الثقافية المرتبطة بصناعة البيئة والمناخ والنخبة المساهمة في تنوير الرأي العام وفي نشر الفكر والحقائق على مدى أوسع من مفهوم العقائدية الضيقة، على مدى أن العقيدة تصبح هي القضية، مش العقيدة هي الأيديولوجيا. يعني بصير اليساري والقومي والوطني والإسلامي والمتدين المسيحي واللا متدين اللي عقيدته فلسطين هو الأقرب لنا، هو المنتمي، واللي عقيدته الدولة الوطنية المستقلة، واللي عقيدته دولة التنمية ودولة بناء التقدم الإنساني لمحورها أمان الإنسان، شعور الإنسان بالإطمئنان وبالسكينة وبالأمان، وبأن قضاياه الكبرى في أيد أمينة، وبأن مسؤولية صحته ورعايته وتعليمه وسكنه وبناء أجيال أكثر قدرة على ملاقاة الحياة وعلى التعامل مع الطبيعة برفق، تطويعها برفق لخدمة الإنسان، تطويعها لخدمة الإنسان لكن برفق. والمعركة هي بين من يطوع الطبيعة برفق ومن يطوعها بتوحش، هذه هي المعركة. والكورونا هو واحد من إفرازات هذا الخيار اللي اسمه تطويع الطبيعة بتوحش. طيب، فهو الطبيعي يعني يكون موجودين في من القسم الثاني من هذه الفئة، هي التي أنا أعرفها على الأقل، هي أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية والعربية والهذا اللي بتهتم بالبرنامج لأنها تعتبره بصورة أو بأخرى، وتعتبر أن ناصر قنديل بصورة أو بأخرى يحملان فكر المشروع المقاوم، وبالتالي ممكن من خلال تتبع البرنامج أن يستقرئوا بعض الرسائل وبعض الاستنتاجات اللي لها علاقة بهذا المشروع، وهول نعرف ندبر حالنا معهم. يعني تجربتنا معهم طويلة وهم يعرفون ذلك، ويعرفون أنهم على الأقل في حرب العقول هم الفئة الأضعف، وبالتالي لكن عم نذكرهم من باب يعني أننا نحيط بكل الذين يتابعون. منبلش نطلع في فئة نسبتها لا تقل عن 25%، هي فئة مواظبة على البرنامج، تلتقي معنا على الأفكار الأساسية التي لها صلة بمسألة المقاومة، مسألة الدولة المستقلة، لكن عندها تبايزات وتباينات في كثير من المسائل، وهذا أمر نحن يعني فرحون بوجودها معنا حتى يكون واضح هذا الشيء، فرحون بانتمائها لأسرة المتابعين، ونسعى أنه لأنه نحن بالآخر مش حزب، نسعى إلى أن نوسع مساحة التفاهمات من خلال الأفكار اللي عم نطرحها والنقاش والخلاف والاتفاق، واللي أنا بالمناسبة مثلا حلقة موقف اليوم حول المصارف والنقاش اللي صار فيها، أوعى حدا يفكر، أوعى حدا بسره يفكر أنه أنا أنزعج من الذين يختلفون معي، ولما بعلق بعلق تعبيرا عن فرح الاختلاف، لأنه أعلم أنه في غالب الأحيان يأتي من موقع الود والصداقة والتلاقي على أفكار عريضة. يعني في ناس بيختلف معهم على الرؤية الاجتماعية بس متفقين معهم على فلسطين، متفقين معهم على المقاومة، بس في ناس يمكن حتى على العروبة بنختلف معهم. يعني وهلا بوصل بالتشريح الجغرافي. بالتالي هاي الفئة 25% يعني عندنا 40% إذن عم نحكي هني 10% فضول، 2-3% اللي هني يعني مرور له وظائف يعني اشتباكية أو استطلاعية أو مشاغبة، و 25% بمناخ فكرة المقاومة والدولة المستقلة ومواجهة المشروع الأمريكي، محبذين مريدين لكن لهم مساحاتهم. في 25% أخرى هي لا تضع على عاتقها مسؤولية إدارة صراع، يعني هي مساندة، هي جمهور، خلينا نستعمل التعبير، تحيي هذا البرنامج من موقع محبتها للمقاومة ومساندتها لفصائلها باليمن وبالعراق وبسوريا وبفلسطين وبلبنان وإيران، وين في قوى تحرر بالعالم، بالغرب، بأوروبا، بأمريكا، في وجه العولمة. يعني هي جزء من الطاقة الشعبية الإيجابية المدافعة عن خيار المقاومة، المتمسكة بخيار المقاومة، ويمكن بعضها ملتزم حزبيا بمؤسسات وهيئات وتشكيلات قوى المقاومة، لكن
لا تضع على عاتقها جدول أعمال فكري من خلال النقاشات التي يثيرها البرنامج، تحييه، تؤيده، تباركه، تساهم في نشره، لكنها لا تعتبر نفسها معنية بخوض المعارك الفكرية والثقافية في بيئتها المباشرة. صرنا هون عم نحكي عن دائرة تقارب تقريباً 65%. في عنا بعد 25% أخرى هي من حملة تجارب، خبرات، وأنا البعض يراسلوني وبعرف يعني عن أي شريحة عم بحكي، من التعليقات بقدر استطلع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين اللي هني ناس أصابتهم التجارب بالإحباط، هني ناس محبين لهذا البرنامج، للأفكار، لجرأتها، لتناولها لملفات يعني غير مطروقة من قبل، لكن لديهم موقف مسبق من كل دعوة للعمل، يعني ماخدين مسافة من فكرة العمل ليأسهم من العمل، لثقتهم بأنه ما رح يطلع شيء من العمل. وفي فئة هاي اللي بدي أقول أنا عنها، اللي هي هلا بنبلش فيها لنقول من هالفئة نحن وين بدنا نروح، كيف بدنا نوسع. في فئة 10% تقريبا النشط بتعلق وبتواكب وبتسأل، ولما بيتأخر بتاخد على خاطرها وبتتابع وبتعتبر حالها شريك بالبرنامج، وهون عم بحكي عن رقم يعني على الأقل 3-4-5 آلاف، اللي هني لما بنقول في 3-4-5 آلاف عربي، يعني بين 3,000 و5,000 منتشرين بالبلاد العربية ومش منتشرين ببلاد المهجر، يعني نحن عم نحكي عن كتلة نخبوية على ما أعلم وحسب تجاربي لا يملكها أي حزب في العالم. 5,000 كادر مثقف عنده رؤيته، عنده حماسته، عنده استعداده لإدارة السجالات والنقاشات والحوارات واستبيان واستكشاف، ومن منابت متعددة، وهذا مصدر ثروة، لأنه بالأصل أنا من الذين يؤمنون أن العقيدة هي القضية، وكل واحد بقلب القضية بيقدر يكون في عنده مقدسه. هون بس نحكي عن مقدس، عم نحكي عن شيء تاني غير العقيدة. العقيدة أنا بالنسبة لي هي استراتيجية العمل، المقدس هو شيء آخر. فأنت تستطيع أن تكون عقيدتك فلسطين، وأن تكون عقيدتك الدولة المستقلة، دولة التنمية، دولة المواطنة، دولة الفقراء، دولة الرعاية الاجتماعية، دولة الأمان، وأنا أسميها دولة الأمان التي تختصر كل هذا. أنا لا أكون آمناً ما دام عدوي قوياً ويحتل أرضي، أنا لا أكون آمناً ما دام الجشع هو الذي يحكم علاقة ومحاور علاقة النشأة والتكون والنمو الاقتصادي، أنا لا أكون آمناً عندما لا تكون دولتي تجيب عن كل الأسئلة الفرضية، ماذا لو؟ ماذا لو جاء كورونا؟ جاء وباء؟ ماذا لو وقع زلزال؟ ماذا لو تعرضنا لهجوم وعدوان؟ ماذا لو؟ دولة الماذا لو هي دولة الرعاية، هي دولة الأمان. وبالتالي هنا أتحدث عن دولة الأمان، لكن أنا أتحدث عن شيء آخر سأتطرق إليه في سياق الحلقة. هو 10%، هو 4-5 آلاف، هم نخبة عربية لا حق لها وقد اجتمعت حول ماذا؟ هني ما بيعرفوا بعض، جمعهم البرنامج. واسطة البرنامج هي ما يطرحه ناصر قنديل، اللي هو بيشكل مسودة للنقاش بيناتهم. يعني على تراكم هالثمان سنين هو 4-5 آلاف هني ناس على الأقل إلهم بالحد الأدنى 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 3-4 سنوات مواظبين، بعضهم منذ البدايات، لكن عم نحكي عن 3-4 سنوات كل أسبوع مرتين، يعني مش مزحة، يعني عم نحكي عن ناس دارت بينهم بصورة غير مباشرة أكثر من 500 جولة نقاش، لأنه نحن معدلنا بالسنين. طيب يعني تخيلوا أنتوا أنه في 5,000 شخص عم يحضروا بقاعة مؤتمرات بالأسبوع مرتين ساعة متصلة، واعتبروا التعليقات هي نوع من المشاركة النقاشية واللايك والهذا اللي دائما يعني بنشوفهم ونتابعهم. هاي الفئة أنا عمول نطرح على بعضنا السؤال، مسؤوليتنا تجاه الآخرين أولا الاحترام، إنه هاي البرنامج وهاي الحلقة بدها تحترم حاجات الآخرين وخصوصياتهم
ونظرتهم للبرنامج واستمرار البرنامج في تلبية متطلباتهم منه. يعني بده يبقى البرنامج يلبي فضول الباحثين عن أجوبة على أسئلة من باب الاطلاع، وبده يبقى يلبي حماسة المنتمين لمعسكر المقاومة وشعورهم بأن هذا البرنامج هو جزء من معادلة الأمان لهم، يعني يشعرهم بالأمل وبالحماسة وبالمستقبل الأفضل وبالتقدم في تحقيق الإنجازات وبأفق الانتصارات المقبلة. وهذا ما لازم يكون بلحظة موضع مأخذ أو نقاش أو تساؤل. وبذات الوقت بده يلبي الذين يبحثون عن تحليل للظواهر التي حولهم ويثقون بأن هذا البرنامج يقدم لهم أفضل تحليل. هول كلهم نحن بدنا ناخذهم بالاعتبار، هول كلهم ما نبقى محترمينهم وما نبقى نلبيهم وما نسعى لنشعرهم بأنه بيقدروا يطلعوا معنا درجة إضافية. وبالتالي نحن لما عم نحكي عن هالأربعة خمسة آلاف شو اللي لازم يصير بيناتهم؟ أنا أعتقد بأنه الخطوة الأولى اللي لازم تصير بيناتهم هي أن نسأل مين الأربع خمسمية الأوائل اللي مستعدين يكونوا جزء بمنتدى، منتدى للنقاش وللفكر، ما اسمه 60 دقيقة مع ناصر قنديل البرنامج. نحن بنعمل منتدى 60 دقيقة مع ناصر قنديل 60 دقيقة، بنعمله بالأسبوع مرة مثلا. هالمنتدى هالأربعمية الخمسمية بناخده ونعطي ونحكي، نحكي ساعة لحتى ما حدا، واللي ما بيطلع له دور بيكون حجز دوره في الجلسة التي تلي. وممكن الأربعمية خمسمية نقسمهم، هذا أنا ما بدي أخذ قرار فيه لحالي، هذا أنا هدفي من النقاش أني حط أرضيته حط مسودته. لأول أولا اللي بيعتقد، هلأ بنحكي على الجغرافيا وبنحكي على السن وبنحكي على الجنس حسب التوزيع اللي موجود على تحليلات جوجل، لكن قبل عم حط الدرافت الأولي مسودة المشروع. اللي بيعتقد بأنه هو حيثما كان في زمن ثورة المعلوماتية، يعني اللي قاعد بأمريكا واللي قاعد بكندا واللي قاعد بالسويد واللي قاعد بالدنمارك، وبالمناسبة الأرقام مش بسيطة، يعني أنه أنتوا لما بتعرفوا مثلا أنه والله في 1500 من البلدان الاسكندنافية مواظبين على متابعة البرنامج، وفي حوالي 6000 ل 7000 بالكتلة الأوروبية المركزية، يعني ألمانيا إيطاليا إسبانيا فرنسا بريطانيا، لما بنعرف أنه في مثلهم بأمريكا، لما بنعرف مثلا أنه عندنا كمان 6-7000 بالخليج، عندنا 6-7000 بلاد المغرب، عندنا 6-7000 بالمشرق. هاي أرقام مش بسيطة، هاي أرقام ذات قيمة هائلة. وبعد طبعا في إضافات، لكن عم بحكي هاي الكتل الأساسية، هؤلاء 30,000 هيك موزعين. طيب هلا بنحكي عنهم، لكن لأقول الدرافت الأولي هو واحد، أن نجيب على سؤال أنا نفسي، أنا كإنسان، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا أستاذ، أنا تاجر، أنا صناعي، أنا عامل، أنا تلميذ طالب، لأنه كمان بشرائح السن عظيم وضع البرنامج، أنه لما بتكون الفئة الكتلة الكبرى اللي بتمثل 50% من المتابعين هي بين ال 24 وال 50 سنة، هذا عظيم. ولما بيكون في فوق منها 17 وتحت منها 17، بين ال 16 سنة وال 24 وبين ال 50 وال 65، يعني 17 تانيتين، صرنا عم نحكي بال 80% بهالمنزلة. هذا ممتاز، هذا توزع عظيم، وهي هي الفئات العمرية، لم يعني 17 ل 24 انه يكون معنا 16 ل 24 معنا 17% مش مزحه، و 24 ل 35 يكون معنا 25% مش مزحه. هول هذا معناته انه نحن مش مجموعه عجوزه، يعني انا العجوز بيناتكم، وبالتالي اغلب المتابعين النسبه الكبرى يعني 65% 67% هن تحت 50، هذا شيء ممتاز. طيب بنكمل، أول سؤال بيطرحه على حاله الواحد إنه هو موجود في هذه الحياة، شوفوا هلأ الحياة ما الخصر، يعني الناس كيف عم تموت بفيروس مجهري مجهول لهلأ بعده العالم تائه وضائع فيه. وأنا تقصدت إنه هذا الكلام أقوله في هذه الفترة من التأمل، في هذه الفترة من التفكير، إنه الواحد بيفكر دايما ما عنده وقت، ما عندي وقت يا أخي أنا أعطيه لحتى أهتم بشؤون أمتي أو بشؤون قضيتي أو أني أكتب أو أني ناقش أو أني فكر بأن أكون جزءا من جماعة تفكر بطريقة
مشتركة، تحاول البحث عن أجوبة على الأسئلة، تحاول إيجاد وسائل تعبير وتأثير في مجتمعاتها. لأنه لما بتصير منظمة الحالة، يعني هذا المنتدى لما بصير منظم، بصير هو قادر يوجه دعوات، يوجه دعوات لعرائض، بصير قادر يوجه دعوات لأي شيء. وفينا يعني المراحل المتقدمة نلاقي العنوان ونلاقي الفكرة المناسبة. وأنا هون ما عم بدعي لمجموعة حزبية عقائدية، أنا عم بدعي لمنتدى فضفاض لا ضوابط فيه، لا مسؤوليات، لا التزامات، لا مساءلات، إرادة حرة. أنت اليوم حابب تشارك، بكرة مش حابب تشارك، أنت وحريتك، لكن عمول هل تشاركوني؟ هذا ما أريد. وهذا كيف بده يبين عندي؟ أنا رح حط الإيميل، رح أقوله هلأ، رح أكتبه يعني بعنوان الحلقة نفسها. لما بنقول ديسكريبشن شو العنوان تاع الحلقة، رح حط العنوان 60 دقيقة مع ناصر قنديل إلى أين، والإيميل اللي هو ناصر قنديل@gmail.com. لأترك الأجوبة تجيني لمن يرغبون، إن شاء الله بيجيني 100 جواب، إن شاء الله 50، إن شاء الله 500، إن شاء الله 5000. سأتعامل معها بذات الجدية وبذات المسؤولية، وهي عندي بذات القيمة. لكن أنا أعتقد أن ما بيننا الآن وما بيننا كأفراد وبين الحياة أمام هالذهول الذي نعيشه جميعا والضيق تجاه الذي يجري، يمكن نفكر بأنه والله بنقدر نعمل شيء، نقدر نعمل شيء مع الكورونا، نقدر نعمل شيء مع بعضنا، نقدر نعمل شيء بأنه ننظم، نطرح يعني صيغة لتنظيم وقت الفراغ في مرحلة الكورونا. تجي مبادرة من هذه المجموعة، اللي مننا بيقدر يعطي مواد علمية، واللي مننا بيقدر يعطي موسيقى، واللي بيقدر يعطي رياضة، واللي بيقدر يعطي صحة. في كثير من الأفكار التي يمكن أن نتداول فيها لما ببلش الحديث بيننا يتم على مستوى هالمنتدى. وهالمنتدى ممكن يكون في البداية مجموعة منتديات. وهون أنا أقصد الاستعداد للانتقال من الاستماع والإعجاب أو النقاش أو السؤال أو التعليق إلى المشاركة بشيء ما. هالشيء ما أنا طموحي طبعا، حقي هذا، ما عم بجبر حدا فيه، إنه بيوم من الأيام هذا المنتدى يكون فيه 40 و50 ألف، مش 4-5 آلاف، ومش 4-500، ومش 40-50، لا هلا ممكن يكونوا متجاوبين مع دعوتي 40-50، وهذا بعتبره إنجاز عظيم أبدا. و400-500 يكون إنجاز أعظم، و4-5 آلاف بيكون يا لطيف في شيء خطير عم بصير بالمنطقة وبالعالم. شو حلمي أنا؟ أنا حلمي إنه في يوم من الأيام، بكرة بتروح الكورونا وترجع دورة الحياة، وهذا إنه هذا المنتدى قادر إنه يكون في انتخابات بتونس، بالمغرب، بمصر، بالعراق، بالجزائر، عنده مخطط توجيهي للرأي العام. ما بالضرورة يكون في منه مرشحين، ولا بالضرورة يساند مرشحين، عنده يمكن أبليكيشن أسئلة، حدا من الشباب اللي بقلب المنتدى يحولها إلى أبليكيشن وتنزل على الإنترنت وتفوت الناس وبناء عليها تعمل فحص. وأنا من الذين يشجعون، مش بس في الجزائر، أنا مع أن يكون عندنا أبليكيشن لكل انتخابات. وعندي بعض الأفكار اللي بعتقد نقاشنا سيغنيها، أن نجيب على أسئلة مثلا قبل ما نختار مين، رئاسية، وزارية، نيابية، بلدية، نحط دفتر شروط، نسأل أول شيء شو شهاداته، شو خبرته. بيطلع واحد أنه معه شهادات، بس هذا ما مشتغل شأن عام بالمرة، عظيم، أنا ما عم بحكم عليه، أنا بقول بمحل الشهادات وأعطيه علامة، والله هاي عندي 10 بنود، هاي ماخد فيها 9/10 بالشهادات، معه PhD من السوربون بالإيربانيسم، إدارة المدن، تخطيط المدن، عظيم، أعطيته 9/10، خبرته هندسية، لكن ما عنده خبرة في إدارة شأن عام، أخذ 0، أخذ 1 يا سيدي، إنه كان بدير كلية بجامعة، عظيم. شو وضعه المالي؟ بيته، مصاريه، ثروته، أولاده، سياراتهم. هذا سنكتشف أنه هذا هو بيض الأبان. وأنا شخصيا سأكون من الذين إذا تشكل هذا المنتدى يقاتلون لتكون هاي الابليكيشن العلامة الأعلى فيها للي بيعيش من راتبه، وللي بيته بعده العتيق وبالأجار، واللي سيارته ما بعمر ركب سيارة موديل السنة، واللي أولاده ما
مصروف الكريم يعني الذي يحفظ كرامتهم، لكن الذي لا يحمل أي شكل من أشكال البذخ والترف، اللي ما بيظهر وراء موكب، واللي إذا صح له يكون معه 10 سيارات بيختار سيارة، واللي بدل ما يكون معمر قصر إذا صار عنده فائض بالمال بيفكر كيف يعمل شيء عام، مقتنع إنه هذا المال بالآخر هو يعني نهر جار للبشرية، حظك كان إنه أنت يكون في عندك بركة ملاني منيحة منه، كيف تقدر تعملها بدل ما تتحول لمستنقع آسن، كيف تقدر تحولها إلى مصدر خير عام. هول أخلاقه غضوب، أناني، انفعالي، خدوم، يخدم في السر، متباهي، استعراضي. منحط أبليكيشن قديش بيعرفوا الناس بميته، بيحيوا شو بيقولوا عنه، منحط أبليكيشن ومنقول لا تنتخبوا إلا على أساسه، يمكن ما يطلع بإيدنا، بس نكون نحن حركة فكرية ثقافية تعبوية باتجاه هذه المعايير، وهذه ستتبلور وتحط لها تفاصيل التفاصيل. نجي مثلا فلسطين، افترضوا هيك فلسطين في لحظة ما من اللحظات الضاغطة المتفجرة المتصاعدة، وهي قلب القضية، وهي حالة الاحتشاد حولها بين الشتات الفلسطيني المنتشر في العالم وبين العرب المقيمين، تسمح مش فوضويا ولا انفعاليا ولا حماسيا بتوقيت مناسب، والله لقينا حالنا انه نحن نقدر نكون نقطة الانطلاق لإطلاق مبادرة لتظاهرة بحرية بالسفن تجي على ساحل فلسطين، مش بس على غزة، ومش تكسر حصار، لا، تجي مئات السفن محملة مئات الناس، يعني السفينة محملة مئات الناس، يعني شو بتتخيلوا أن تحشد 10,000 إنسان في شواطئ فلسطين، وأنه إسرائيل منعتهم، كيان الاحتلال منعهم الدخول في المياه الإقليمية، ومعهم وسائل الإعلام وعلى اللايف المباشر ومنهم شخصيات بروفيسورية وقادة وزراء سابقين ونواب سابقين في برلمانات دول، وتستمر جمعة جمعتين ثلاثة، هذا أمر ممكن، وهذا أمر ما حدا يتخيله أنه والله نوع من المنام، لا لا، هذا إذا في جهة ذات مصداقية في العلاقات، يعني أنه الناس اللي عم يدعوا هني ناس محترمين بالوسط اللي هني فيه أكيد له إمكانية التطبيق، ومثله الكثير في الحقيقة. مناقش قصة تأميم المصارف، أنا مقتنع فيها، وعلى كل حال في اقتصاديين ببلاد العالم الغربي الرأسمالي، لأنه أنا عم بحكي على التأمين مش على المصادرة، في حدا ناقشني وجادلني، دولة مش شغلتها تشتري أسهم بالبنوك، لما بتشتري أسهم ليش ما تشتري؟ ليش؟ لتشارك بالقرار، إذا مش لتسيطر على القرار. هذا اللي عم بقصده أنا بالتأمين، أنا ما عم بقصد مصادرة البنوك، في ناس عم تخلط بين الاثنين. التأميم انعمل بدول الغرب، في ناس معتبره أنه كل قرن لازم تتأمم المصارف، عم بحكي فلاسفة اقتصاد، يعني مش أنه ناس ما خصهم بالقصة، أنه تتغول المصارف، تتوحش المصارف، تصل إلى درجة تصبح عبئا على الاقتصاد، بالتالي لازم الدولة تجي تأمم المصارف، تعيد هيكلتها، تعيد تنظيمها، تشتري أسهمها وترجع تطلع منها تبيعها، بتكون رسملتها وكبرتها وهذا، وتترسمل الدولة على كل حال في هذه الطريقة. هذا موضوع من المواضيع اللي بتقبل نقاش. نجي الموضوع الفلسفي الجوهري الذي أنا أؤمن به، إنه إذا بنجي بنقرأ تاريخ الفلسفة الإنسانية، وهي موجودة حتى بقلب حركة الأديان، يعني كلها بقلب حركة الأديان، لذلك هي لا تتناقض معها، لكن الأديان لا تنوب عنها، يعني الأديان ما بتنوب محل نظرية ديكارت المتصلة بالسببية الخطية، إنه كل نتيجة في وراها سبب، يعني هذا المبدأ، ولا النسبية الأينشتاينية، هم موجودين بالأديان والأديان ما بتعرض معهم، بس الأديان ما بتحل مكانهم، يعني ما بتحل الأديان محل ديكارت ولا محل أينشتاين. أينشتاين النسبية بقيت خطية، لكن أنه هي بنسبة الزمن، كل حركة يعني علاقة النتيجة بالسبب
ليست علاقة أحادية، هي علاقة ترتبط بنسبة الحركة بالزمن وما ينتج عنها من طاقة. طيب هاي النظرية النسبية في فهم هالعلاقة بين النتيجة والسبب. اجت الماركسية بعد منها طرحت الجدلية بالموضوع الاقتصادي، يعني الديالكتيك، التأثير والتأثر. تأثير والتأثر انه المادي والروح، المادي بتأثر بالروح او بالفكرة والفكرة بتأثر بالمادي، وهذا صحيح عظيم. رفضت انه في نقطة انطلاق اسم السبب ونقطة وصول اسم النتيجة، واجت قالت لا، السبب نتيجة والنتيجة سبب، يعني بالتالي في هذه الحركية بيناتهم. أنا أعتقد أن البشرية الآن تدخل مرحلة جديدة على مستوى الفلسفة مع ثورة المعلوماتية وثورة الاتصالات، كما كل مرحلة لما نجي نفتش على أسباب التحول وعناصر التحول بالاقتصاد وبالسياسي وبالفكر. طبعا الماركسية ركزت على أن الاقتصاد هو الأصل في التحول، وأن الطفرات الاقتصادية وقسمت العالم إلى يعني التاريخ البشري إلى مراحل الرق ثم الإقطاع ثم الرأسمالية، واعتبرت أن الاشتراكية هي تطور حتمي، وأن التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، يعني نمط النظام الاقتصادي السائد اللي هو علاقات الإنتاج، وقوى الإنتاج اللي هي القوة الصاعدة في قلب كل منظومة اقتصادية، يعني بمرحلة النظام الإقطاعي بدأت تتشكل قوى الإنتاج من الفلاحين ثم المهن الحرة المهنية الحرفيين اللي تحولوا إلى مصانع وعمال صناعيين، وصارت قوى الإنتاج الصاعدة هي الطبقة العاملة. فاعتبرت بأنه مع الرأسمالية كسر الطوق الإقطاعي، لأنه هاي القوى الإنتاج الصاعدة، فانكسر الإقطاع لصالح الرأسمالية، وتوقعت أنه الطبقة العاملة ستقوم بالمرحلة الثانية بكسر الرأسمالية لحساب الاشتراكية. عظيم. لكن طبعا ما جرى في العالم منذ تأسيس أول تجربة اشتراكية مع الثورة البلشفية في روسيا، تطورات كبيرة، تطورات طالت الحياة الإنسانية بمناحي متعددة، منها الاقتصادي ومنها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي ومنها الثقافي ومنها الإنساني بشكل عام. وقالت أنه الاقتصاد حاسم وأساسي لكن ليس هو سببا لكل شيء. حتى لما بنحكي عن الروح الوطنية للثورات التي شهدناها في الخمسينات والستينات والسبعينات، كان فيها بعد اقتصادي، لكن كان فيها بعد اسمه الكرامة، الكرامة الوطنية، اللي ما بتنصرف مصاري، ما بتنصرف علاقات انتاج وقوى انتاج. وانا طبعا مش مخصص هالحلقة لحتى ناقش النظريات الفلسفية اللي انا بعتبر كلها كانت ثروات اضافية في تطور الفكر البشري. انا عم بعرض لأوصل إلى استنتاج، لأقول أنه الآن في حقائق تتبلور وبدنا نناقشها وبدنا نحاول. أنا شخصياً أعتقد أنه زمن الفلسفات التي تدعي تفسير العالم انتهى، وأنا رأيي أنه هذا غير ممكن وغير متاح، ومحاولة وضعه سبباً يعني وقضية للإجابة عن سؤال الفلسفة عبث، لن يصل إلى نتيجة. لأنه أنا من الذين باتوا يؤمنون بسياق هذا التطور الإنساني والفكري والثقافي بأن النسبية مع الجدلية، نسبية مع الجدلية اللي هني آخر مرحلتين في فهم العلاقة بين السبب والنتيجة، أو بين الفاعل والفعل، المفعول به والفاعل. هاي العلاقة مع تطور الثورة المعلوماتية والاتصالات ظهرت عندنا التفاعلية. شو يعني التفاعلية؟ التفاعلية هي أن ما نعتقد أنه هو السبب هو لا يعود كما كان قبل أن تتم الحركة التي ولدت فيها النتيجة، يعني النتيجة تغير السبب. وبالتالي هاي العلاقة التفاعلية، يعني هاي الفلسفة التفاعلية إذا صح التعبير، فلسفة يصعب ضبطها، يعني يصعب بموجبها، يمكن بموجبها فهم كيف تتم العمليات، لكن يصعب بموجبها توقع ماذا سيتم من هذه العمليات. يعني بنقدر نفهم كيف انه لما عم نحكي، وهون انا راح اعطي امثله في السياسه وفي الاستراتيجيه، انه امريكا القوه العظمى بالمال وبالسلاح وبالعقول المدبره
وبالخطط وبالإمكانات العسكرية وبي 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 وبالجيوش المدربة والمجهزة، كيف تفشل قدام قوى صغيرة؟ لأن هذه القوى الصغيرة غيرتها. إسرائيل تغيرت بحرب تموز، ما عادت هي إسرائيل اللي كانت بال67، والذي أصيب فيها ليس ماديا، هو الروح. الروح هو الثقة بالقدرة على النصر، هو الثقة بالقدرة على خوض حرب، هو الثقة بالقدرة على البقاء، حتى على الوجود والاستمرار بالوجود. بالتالي هذه الفلسفة التفاعلية هي نقطة بداية على كل حال. حتى بالاقتصاد أنا من الذين يؤمنون، شو يعني لما أقول تفاعلية اقتصادية؟ أنه هي مجموع هذه الأنظمة التي اخترعتها البشرية، أنه في محل لما لا اشتراكية لا بد منها، وفي محل لرأسمالية لا بد منها، وفي محل لرأسمالية الدولة لا بد منها، وأنه هذا التعايش بين هذا التفاعل مش التعايش. حتى بالمجتمعات الشيء اللي اسمه عيش مشترك وتساكن بالسلطات، أنا من الذين يعتقدون أنه ثمة إمكانية لتطوير وإحداث قفزة ونقلة في شكل الاقتصاد وشكل السياسة وشكل العمل الحزبي أو العمل السياسي، ما بعرف إذا فيه محل بعد الأجيال القادمة لشكل الأحزاب التي عرفناها، لكن أنا أعتقد أن التفاعلية ستكون، وهذا على كل حال أرقى من الديمقراطية برأيي، لأنه حتى النظام الديمقراطي اللي هو القائم على الانتخابات وأغلبية وأقلية، يعني هذا بيتغير لما بنسقط عليه مفاهيم التفاعلية اللي بتحتكم بشكل أساسي إلى التصويت، لكن في صياغة القرارات وليس في اختيار الأشخاص. واختيار الأشخاص هو عملية تفاعلية، ما بدي ضيع يعني هلأ النقاش فيها لحين، هاي مسائل كلها يعني بتاخد وقتها وبتاخد حقها، لكن أنا أعتقد أنه البشرية حتى على مستوى النظام العالمي الجديد مش رايحة على نظام قطب وثنائية وقطبية متعددة، وأنا رأيي رايحة على التفاعلية، حيث للمجموعات البشرية قدرة على التأثير مهما كان حجمها صغير. مش أنه نحن بدل دولة رح يكونوا 5، رح يكونوا 10، رح يكونوا 20، في مرحلة بدها تمر ويمكن تكون عقود من الزمن، لكن تنكسر الأشكال مثل ما انكسر شكل السنترال اللي بيوزع الخطوط أثناء الاتصال الهاتفي، وبات الآن نظام تفاعلي. شو يعني النظام التفاعلي؟ أنه الشكل العنكبوتي، والشكل العنكبوتي سيطغى، لأنه هو الأصل. شكل الخلية شو هو؟ الخلية البشرية هو شكل عنكبوتي. يعني هذا اللي نحن حتى لما حكينا بالحلقة السابقة عن الطاقة الشمسية، ما هي قيمتها؟ أنها تحرر البشرية من هذا المركز والتوزيع، مركز وتوزيع بده يخلص، بدنا نروح على الشكل العنكبوتي، شكل التشبيك، والعلاقات السياسية راح تكون شبكة، والعلاقات الإنسانية راح تكون شبكة. وبالتالي طبعا هذا مبحث طويل، لكن أقول أنه هذا يترك مجالا للخصوصية حيث المقدس لكل إنسان مختلف عن الآخر، حيث المتدين والقليل التدين والعديم التدين، والذي يحمل هذا الدين والذي يحمل ذاك الدين، والذي يؤمن بالقومية العربية والذي لا يؤمن بها، والذي هذا المفهوم الفضائي، في فضاء مشترك نسبح فيه، ولكن هذا الفضاء المشترك نقي نظيف له وجهة، وهي الوجهة أنا بعتقد التي تجمعنا نحن. هون بدي يجي لنقطة 2 بعد الفلسفة، اللي هي الأخلاق، اللي كتار استخفوا واستهتروا فيها قدام فلسفة المصالح. يعني من النتائج المرضية التي نتجت عن خليني أقول النسخة العربية من الماركسية ومن اليسار، حتى من القراءة الخاطئة لنقاشات ماركس ونقد فلسفة الحق عند هيجل، أنه الأخلاق بالمفهوم الغربي هي المثاليات، بمعنى هي التفسير الإرادوي للتاريخ. عندنا صارت الأخلاق بمفهومنا العربي، اللي هي منظومة القيم اللي بالمسموح والممنوع، بالمقبول والمرفوض يعني. وبالتالي أنا من الذين يؤمنون إيمان راسخ، اللي بيقرأ كتابي حزب الله فلسفة القوة، واحدة من عناصر التفوق التي أمنحها لتجربة حزب الله هي أنها ردت الاعتبار للأخلاق كعنصر من عناصر صناعة ميزان القوى في السياسة، مش بس أنه احترم الأخلاق ودفع كلفتها كما يظن البعض. مش ما دفع كلفتها،
ترسمل بها، أصبحت أحد مصادر قوته. واللي بده البيان والدليل يقول هلأ اليوم شو قوة كلمة السيد حسن بالقياس لأي قائد آخر في العالم، أي قائد آخر في العالم. هلأ يقول السيد، وأنا أعطيت مثال، قلت يطلع هلأ ترامب مش نتنياهو، ترامب يقول أيها اللبنانيون باتوا في ملاجئكم اليوم، ويطلع سمحت السيد ويقول أيها الإسرائيليون أيها الأمريكيون باتوا في ملاجئكم اليوم. قديش نسبة اللبنانيين أو العراقيين أو السوريين أو الإيرانيين يا أخي؟ يطلع على ترامب ونتنياهو سوا مؤتمر صحفي يقولوا للبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين باتوا بملاجئكم، ويطلع سمحت السيد لحاله يقول للأمريكان وللإسرائيليين باتوا بملاجئكم. قديش نسبة الاستجابة في تلك الضفة وفي هذه الضفة؟ هاي عمول الأخلاق. شو يعني الأخلاق؟ هي اللي بتعمل المصداقية، هي اللي بتعمل المهابة، هي اللي إنه هذا إذا قال فعل. هذا كذاب بيقول ما موجود. والحرب النفسية عنده هي بروباغندا، أما عند السيد الحرب النفسية هي جزء من آلة القوة، ولم يعد إلا بما هو دون القدرة على التنفيذ. يعني أخلاق، أخلاق. يعني أنت لما بتقول خيك إنه تكرم عينك آخر الشهر تيجي بتاخد مني $1,000، مش انه والله عامل بحسابك انه اخر الشهر يجي انه والله ما تيسرت، معناته ضامن انه انت قبل اخر الشهر حيكونوا 3,000، لتقول له الالف لانه هذه تحصيل حاصل مش لاني خاف. هاي الاخلاق، الاخلاق بحلة الدم والعرض والمال وال 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 الى اخره. الاخلاق بالصدق بالوفاء، الاخلاق بالالتزام بالعهود، الأخلاق بالوضوح، بالاعتراف بالخطأ. طيب أنا من الذين يؤمنون أنه كمان في الفلسفة السياسية القاعدة الركيزة الجديدة التي يجب أن يبنى عليها أي عمل سياسي نظيف وجدي، أي عمل فكري نظيف وجدي، هي الأخلاق. مفاهيم جديدة أيضا للنزاهة والشجاعة. النزاهة عند الكثيرين هي نزاهة الكف، مطلوب قطعا، لكن أنا بعتبر أنه هي ثمرة لنزاهة أصلية، هي نزاهة الفكر. وأقصد بنزاهة الفكر هي القدرة على امتلاك الجرأة بترك الفكر يحلق ويصل إلى حيث يشاء. أنا ما بقيد التحليل اللي بعمله بأي ظاهرة بخلفية أنه ممنوع يوصل لهون وممنوع يوصل لهون. الفكر الحر الذي يحلق ويصل إلى استنتاجات هو الفكر النزيه، الفكر المبرمج حتى لو لصالح الدفاع عن قضية محقة هو فكر غير نزيه. اللي بيجي بيقول لك الحرب جاي، واللي بيجي بيقول لك انه وانا بقرا اصدقاء كثر يعني من خطنا ومن نهجنا بيعتقدوا انه خدمة القضية هي بممارسة البروباغندا. انا اعتقد ان هذا يشكل نقطة ضعف لها علاقة بنزاهة الفكر. وأنا أدعو إلى الفكر النزيه، الفكر القادر أن يقول أنه نحن مش قادرين نمنع ترحيل عامر الفخوري، عميل وجزار وقاتل، بس لا نملك القدرة على هذا. وهيك عمل سماحة السيد يعني لما حكي. هاي نزاهة الفكر، أنه ما بصير أنا أوصل لهون، لازم ننزل الطيارة ولو بدي ضيع المقاومة كلها وكل قضيتها وشوهها أمام أمة بكاملها. نزاهة هنا، نزاهة الفكر وشجاعة الموقف، مش بس الشجاعة الجسدية بالاستعداد للتضحية والبذل والتحدي والوقوف في الساحات وفي الميادين، في الشجاعة الأهم هي شجاعة الموقف، إنك تقدر تقول الموقف وتتحمل تبعاته. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المفاهيم نحن مش بالضرورة ناخدها ناقشها، وأنا أرغب بأن أناقشها مع الذين أعتقد أنهم يشكلون القاعدة الصلبة التي يمكن أن ننطلق منها، التي يمكن أن نشترك نحن وإياها بمشتركات واسعة وكبيرة، وبالتالي هاي المشتركات هي التي تشكل الأساس الذي نبني عليه. هلأ ما بدي وسع كثير بالأفكار اللي عم نحكي عن مناقشتها، لكن بدي وصل لأقول أنه نحن هذه المجموعة
التي يعني تكوكبت حول هذا البرنامج. هاي المجموعة منشان ناخذ فكرة. أول شيء بدي أحيي بعض العلامات الفارقة في الحقيقة. أنا عم بطلع من لبنان وأنا لبناني، والقضية الأساسية التي يعني احتلت النسبة الأكبر من حلقات البرنامج لفترة غير قصيرة كانت الحرب في سوريا، كان الموقف مع سوريا والدفاع عن سوريا. لكن رح تتفاجئوا لما أقول لكم أنه الثلاثة الأوائل في الجغرافيا لنسبة المتابعة منا من لبنان ومنا من سوريا، سوريا هي الرابع ولبنان هو الخامس. ثلاثة الأول هن بيتناوبوا عليها مشاهدين ومتابعين في المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. وأنا هذا بالنسبة لي مش فرح كبير فقط، فرح غامر، إنجاز عظيم. وبالتالي وطبعا لما بقول لكم أنه لائحة الجغرافيا تقريبا بحدود 50 دولة اللي بعدنا عم نحكي بنسبة 500 و600 مشاهدة، هذا مش رقم بسيط. لذلك أنا الفكرة اللي بدي أحكي فيها، نحن على الجغرافيا بهمنا نتوزع بالجغرافيا، يعني بهمنا نعمل آلية، لأنه أصلا الجروب اللي بيزيد عن 50 أو 60 صعب أنه يقدر يأخذ تفاعل فيما بينه. فلذلك نحن خلينا نمشي بالمرحلة الأولى وتفوضوني أنه أنا هيكل وشكل، أنه نجي نقول منطقة المغرب العربي أو شمال إفريقيا العربية، نعتبرها يعني تجمع سياسي بشري اجتماعي قادر أنه يكون واحد. منطقة الخليج، اليمن، الجزيرة، يعني كل مع بعضها. منطقة المشرق العربي، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، الأردن، الكويت، أو الكويت مع الخليج، معنا يعني حسب الوضع الراهن مع الخليج طبعا. أوروبا، هذه الكتلة المتابعة في أوروبا، والقارة الأمريكية مع أستراليا طبعا. خلينا نحاول نشوف كيف نحن موزعين بهذه الجغرافيا. الفئة الراغبة كيف موزعة هالجغرافيا. فأنا أنتظر من الذين يرغبون بمراسلتي، بالإضافة إلى إبداء الرغبة والعزيمة والاستعداد حدها، لأنه هذا رقم 2، تعريف بالمهنة، بالعمل، بالمستوى الثقافي، بتاريخ سياسي إذا كان موجودا، برقم الهاتف لأنه ممكن نحن نروح على جروبات على الواتساب، بالمحل اللي هو فيه، بالبلد اللي هو فيه، لنقدر نعمل قاعدة بيانات لها المجموعة الراغبة إراديا اختياريا. وبعدني عم برجع أكرر 40-50، عظيم. نبدأ 40-50 نناقش ونفكر، 400-500 بنتوزع على 5 مجموعات، بضل في إمكانية على مجموعتين، على بنشوف يعني نتشاور سوا بالفكرة على الجروب جوجل، نصير على الإيميلات نتبادل قبل أن نؤسس المنتدى. المنتدى بيضل على طول، نحن كل 3-4 أشهر بنفتح مجال كمان لمن يرغب بأن يراسلنا من أجل أن ينضم إلى المنتدى، ونصير منضيف ومنوزع ومنشكل بمراحل متقدمة. بناخذ من الحصيلة التي تشكلت معنا من كل منطقة جغرافية مجموعة، لنعمل مجموعة مركزية أم بينتخبوها كل حالة بحالتها. هذا كله ممكن نشتغل عليه. معها أنا بدي أقول الشيء اللي زعجني هلا، أنه نحن 90% ذكور 10% إناث، وهذا لعمل حضاري وتقدمي وإنساني يعني مش مظبوط. أولا نحن بحاجة أنه نوزع الحلقة على سيدات وصبايا وندعيهم للمشاركة بالحضور وبالمتابعة وبالنقاش وبإبداء الرأي. بحاجة نحن عم نشكل المجموعات أنه يعني نكبر الحصة النسائية لحتى نعمل على القليلة 3/3 يعني، بس 10/90 والله شيء بيجرس يعني. الشيء اللي بدي أقوله بالإضافة لهالأمر أنه بالمجموعات بالسن
رغم إعجابي بهذا التوزع أنا أرغب بفئة 18-24 أن يكون حجم حضوره أكبر. وبالتالي كمان لازم نفكر بالشباب، الشباب، لأنه أنا بنكون طاقات هائلة ومستوى تفكير. أنا بعرف أن أولادي، يعني أولادي اللي هني يعني علي 24 وعيسى 32 وعذرة 26، النقاشات التي تدور بيننا على المستوى الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي أنا بعتقد أنه بتعبر عن الجيل اللي هني بينتموا له، وبتعبر عن أنه هذا الجيل مش صحيح أنه مجرد حماس لفكرة أو، وحتى أشكال الحراك التي شهدناها في المنطقة واللي اشتغلت على استعمال هذا الجيل بنسب معينة، في بعضها طبعا بأشكال ارتزاقية، في بعضها بأشكال عصبية طائفية، بس في شريحة من هذا الجيل بالعراق وبلبنان وبمصر وين ما كان تتحرك بفعل أفكار يمكن رومانسية جرس يعني توظيفها وانكفأت، لأنه انخرطت ثم خرجت من أشكال الحراك عندما اكتشفت بأنها جزء من اللعبة يتم استعمالها. وبالتالي هذا الجيل لازم نهتم فيه، لازم نولي أولوية، ولازم نفكر سوا نحن اللي بدنا نلتقى كيف نوسع دائرة الحضور، سواء في مستوى المشاركة النسائية اللي يعني مؤلم رقمها، والمشاركة الشبابية اللي جيد لكن نريده أكثر جودة. لا أوصل هلأ لبعض الأشياء التي أتمناها. طبعا نحن طلعنا من 30,000 مشترك لل 40,000 مشترك خلال فترة قياسية، وهذا بفضل همتكم بفضل اهتمامكم، لكن أنا أقول هذا لما بيكون عندنا نحن إجمالي مشاهدات اللي راح يشوفوني على الأقل عم نطلع على 100,000 مشاهدة، يعني بتكلف هالفأسة لحتى نصير مشتركين ويصير يوصلنا خبر انه نزل شيء نوتيفيكيشن، يعني تخبرنا انه والله نزلت الحلقة الجديدة، سواء بستون او من الموقف اليوم او سواها. بالتالي توسيع دائرة الاشتراك، يعني المشاهد على الاقل اللي منه مشترك وبيلاقي هالشيء يعني بيرغب فيه وبيعجبه انه يتابعه، الاشتراك بيقوي بيفتح بيناتنا فرص التواصل اكثر. اثنين، النشر وإعادة النشر. عدد الشير هو اللي بيبين هذا الموضوع، عدد الشير عندنا ضعيف، والشير بصفحتك على الفيسبوك على تويتر على أي واحدة من وسائل التواصل التي يمكن أن تساهم بالنشر، لأنه قيمة الفكر أنا شخصيا شو اللي بيخليني أقعد على قعدة وسجل وخاطب وفكر وكل يومين ثلاثة يعني أصفن لي 3-4 ساعات لحتى هيكل أفكاري باتجاه شو هي القضية التي سيتمحور حولها مضمون الحلقة وماذا أريد أن أقول فيها. هون راح أختم بالحديث عن نفسي. أنا حدا مرأة بتجارب حزبية بأشكالها المتعددة، من منظمة سرية وأنا يعني شاب يافع بال15 وال14 منظمة جيفارا الحمراء، إلى رابطة الشغيلة اللي هي منظمة ماركسية تقدمية لها موقف نقدي من تجربة الأحزاب الشيوعية العربية وتجربة الاتحاد السوفيتي، تؤمن بالعنف الثوري بفلسطين من البحر للنهر، بالأمة العربية، بالانفتاح على الدين الإسلامي وعلى الحركات الثورية الإسلامية، العلاقة بينه وبين الثورة الإيرانية كانت مبكرة. ثم بال90 أنا تركت هذه التجربة بعد ما أسست جريدة الحقيقة، يعني أنا بال78 كان عمري 20 سنة، واختارني المقاتلون الذين ينتمون لأحزاب وتنظيمات متعددة ورفضوا الانسحاب إلى شمال الليطاني أن أقود هذه المجموعات في العمل المقاوم خلف خطوط الاحتلال لما صار الاجتياح الثاني لجنوب لبنان قبل الاجتياح الشامل للبنان عام 82، مشارك بالدفاع عن بيروت بجسارة في جبهات متعددة وأصبت خلال إحدى المواجهات على مطار بيروت بهجوم الدبابات اللي كان بال84. أنا منسق انتفاضة 6 شباط اللي أسقطت المارينز واتفاق 17 أيار، منسقها السياسي والعسكري والإعلامي، مؤسس إذاعة صوت المقاومة ثم جريدة الحقيقة ثم تلفزيون المشرق كشريك طبعا مع المجموعة التي شاركت في التأسيس من الرفاق في الرابطة، وصولا إلى
تجارب عديدة في العمل الإعلامي المختلفة، من رئاسة تحرير الديار إلى مراسلة فرانس بريس إلى عضوية المجلس الوطني للإعلام بلبنان بصفة نائب رئيس، ثم ترأس المجلس، ثم نائب عن بيروت، ثم بداية الحرب في سوريا، يعني إطلاق شبكة توب نيوز للدفاع عن سوريا تحت عنوان المراسل المتطوع في وجه شاهد العيان الكاذب الذي اعتمدته القنوات التابعة للمال الخليجي. المهم، هذا الأنا يعتقد أنه يملك بعضا من ثقافة وخبرة ومعرفة وأدوات للتحليل، مجند في خدمة قضية فلسطين، قضية المقاومة، قضية دولنا الوطنية المستقلة، دولنا التي تؤمن الأمان لشعوبها، المشاركة في إنضاج وإنتاج فكري ثقافي يجيب على أسئلة لا زالت معلقة. هذا الهاجس اللي أنا بعيش تحت تأثيره في وبنام وبفكر فيه كيف بقدر أكون مساهم أكثر. وبالتالي البرنامج بالنسبة لي منه يعني تسلي ولا فش خلق ولا بروباغندا ولا لرفع الحماس. ما بقول كلمة مني ما اقتنع فيها، صح غلط هذا موضوع تاني، كلنا رح نحتمل الصح والخطأ، لكن أمارس قناعاتي الواضحة معكم عبر هذا البرنامج، وأرغب وحقي هذا أن لا يكون جهدا ضائعا، يعني مش يكون بالنسبة للآخرين هو مجرد ملء ساعة من الفراغ بشيء مسلي. حقي أن أتمنى أن يكون هذا البرنامج هو وسيلة لكوكبة مجموعة تفكيرية تتطارح الأفكار وتتلاقح الأفكار وتطور فيما بينها المشتركات وتبحث عن الشكل المناسب لتحويل المشتركات إلى أفعال ولو بسيطة، إلى عريضة موقعة، إلى جمع التوقيع على موقف، إلى التنديد بظاهرة، إلى تأييد ظاهرة، إلى الدفاع عن حق، إلى 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 إلى، ولا نعلم ما الذي يعني يخبئه لنا الله في مستقبل هذه الأيام القادمة، على أمل أن تكون هذه الحلقة واحدة من الحلقات المفيدة رغم خلوها من القراءة السياسية التي أعرف كم يتعطش لها متابعو البرنامج. وطبعا نحن ما راح نقطع يعني حلقة تالية بتكون التنين الموقف اليوم، ثم التلاتة بنسجل 60 جديدة تتناول الكثير من التطورات بعده بقلب الكورونا هو الحصان الرهان، واللي بختم بقول انه انا اعتقد انه نحن مع اسبوع اضافي من التصعيد في الكورونا، يعني واضح انه رح نوصل بعشرة ايام لرقم المليونين، وبالتالي لا تزال اسبانيا، ايطاليا، انجلترا، المانيا وامريكا اولا هي اماكن الانتشار الاكبر والتفشي الاكبر، ولا يزال اللغز اللي طرحته في الحلقة السابقة كيف بعد أفريقيا وآسيا الوسطى خارج دائرة الانتشار بالأرقام بسيطة جدا حتى تكاد لا تذكر، بما في ذلك أوروبا الشرقية لا تذكر قدام أوروبا الغربية، كيف هالعلاقة السببية بين المزيد من التطور الصناعي ومنظومة الاتصالات والتكنولوجيا وبين انتشار الفيروس، كيف عجزت المنظومة الصحية في الدول الأكثر تقدما وهي تنجح في الدول الأقل تقدما. طبعا أنا حاولت أقدم يعني مشروع تصور في الحلقة الماضية، لكن أقول واضح أن هذا الفيروس نكمل على هالأساس رح يكون عندنا وقفتنا قدام نهار الثلاثة بحلقة اللي بتتوزع الأربعة لكن تنشر ثلاثة مساء، ومكملين سوا يعني بالحلقتين بالأسبوع ناخد حقنا بمناقشة كل القضايا، لكن يعني سامحوني إذا احتليت هذه الحلقة لأطرح فيها ما أعتقد أنه مشروع يستحق النقاش، تاركا لكم أن تقدروا إذا كان يستحق النقاش، وما رح كون يعني عتبان إذا كان غالبكم أو إذا كان من أتوقع منهم الاستجابة يعتقدون بأنه مبكر الآن التفكير بهذا. سأحترم هذه الإرادة وسأتابع البرنامج وفق ما هو عليه وما كان عليه، لكن ما بعرف عندي إحساس أنه قد نكون أمام فرصة لنقلة ساهم كورونا في إحداثها بمناخ العزل المنزلي والتأمل والتفكير والبحث في أسئلة وجودية قد يكون أهمها وأبرزها
ماذا نفعل في هذه الحياة؟ إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.